اولا ما فما حتى مرشح من اللي يتسمى توا العائله الديمقراطيه الحداثيه التقدميه، وعلى الاقل الناس تحمل الفكر هذايا في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيه على الاقل. وهذا يمثل تهديد، خاطر حتى كان ما ربحش المرشح هذا على الاقل يكون عنده القدره باش يفرض في النيفو دو ديبا الافكار نتاعو وتطرح للراي العام. والمشكل الثاني اللي هما الزوز المترشحين اللي اختارهم الشعب التونسي باش يكونوا موجودين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيه، زوز مرشحين هذوما نجموا نحكيوا عليهم بالتفصيل، لكن واحد منهم آراءه تميزت بالتقلب خاطر نبيل القروي، خلينا نسميه لسبب مسمياتها، كيف بدات الثورة عرفناه كان في شق الحديثي ديمقراطي، كان وصل حتى يعني كان من المعادين للفكر اللي يسميه هو الفكر الظلامي الإسلامي والمحافظ. ومن بعد اكتشف اللي هو جده عبد العزيز الثعالبي، ودخل في وكان من المهندسين نتاع التقارب ما بين النداء والنهضة، وبالتالي يعني آراءه في مسألة الحريات والحقوق الفردية قعدت مبهمة، وإلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش آراءه فعلا في المسألة هذه، بخلاف انه هو بحكم موجوده في السجن لاسباب يعني نعرفوها جميعا، ما سمعناهش حتى في المناظرات وما تمش السؤال نتاعو في خلال الحمله الانتخابيه. المرشح الثاني سمعناه ولكن ما سمعناهش ياسر زاده، خاطر فكرته تبقى مبهمه كذلك، ولكن قال اللي هو عنده مرجعيه اخرى غير المرجعيه اللي اختارها الشعب التونسي من خلال دستور 2014، اللي هي يقول اللي هو ما يمنش بكل هالمنظومة هذه اللي هي منظومة الحقوق والحريات. صعيب برشا باش نقول لك في الوقت الراهن شكون اخطر من الاخر، خاطر انا في نظري زوز مخطرين، خاطر حتى واحد فيهم ما يحمل فكر الافكار هذه اللي هي مبنيه على منظومه حقوق الانسان، ولا مبنيه على احترام الحقوق الفرديه والعامه. ولكن كل واحد فيهم هاني قلت معنا لو كان خذيت المرشح بالمرشح بالمرشح، واحد منهم رافض المنظومه تماما هذية ويعتبرها منظومه مسقطه، ويعتبر وانه يلزم يكون عنده مرجعيات اخرى غير المرجعيه اللي اخترناها جميعا وبصوره تشاركيه من خلال الدستور التونسي اللي صوتوا عليه 200 نائب من جملة 217 نائب، ومرشح آخر مازلنا إلى حد الآن ما نعرفوش، وبالتالي في انتظار وأنه يحدوا زوز المترشحين هذوما مواقفهم بصورة علنية ويجيوا قدامنا ويطرحونا برامجهم، صعيب ياسر أنه نفضل واحد على الآخر. ولو أنه التقرير الأخير اللي صدروا ائتلاف المدني للحريات الفردية اللي سأل المترشحين هذوما ولا الممثلين متاعهم على رؤيتهم، تقريبا ما سماش تفاضل كبير ما بيناتهم، على خاطر الاثنين ما عندهمش احترام كبير للحريه الفرديه. التونسي هام القدره الشرائيه هذه ما نجم يشكك فيها حتى حد، بقينا التونسي هام القدره الشرائيه والوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن هامه زاد الحريات والفرديه والعامه اللي ضروري يتمتع بها كل فرد من المجتمع نتاعنا، لانه الحريات هي والحقوق هي كل لا يتجزا. اثنين، الناس اللي تعتبر انها قضيه ثانويه قضيه الحريات الفرديه، فما ناس اليوم معناتها هل ترى يحبوا يقولون انه انسان معناتها موجود في الحبس اليوم على خاطر كيف سيجار ولا خاطر مارس حريته موجود في الحبس وبممثل هذايا معناتها من تحطيم المستقبل ومستقبل العائله الكل نتاعو، هل ترى هذه مساله ثانويه؟ يقولون كان يعتبروا هذه مساله ثانويه يقولون. ثلاثه، المسألة الحريات الفردية هي ماهيش مسألة متاع الفئات المعنية مباشرة بالحقوق هذه، سواء المجتمع الميم عين وإلا الناس اللي تحب تتكيف زطلة وإلا غيره، هذه ماهيش ما تعنيش الناس المعنيين مباشرة بالمسألة هذه، هي تتعلق مباشرة برؤيتنا للدولة اللي نحبوا نبنيها ونعيشوا فيها مع بعضنا. يا هل ترى نحبوا دولة مبنية على الحقوق والحريات، مبنية على التعايش المشترك واحترام الاختلاف ما بيناتنا، يدار فيها الاختلاف ما بيناتنا بحكم القانون والدستور، وإلا نحب دولة تتلصص على المواطنين نتاعها من شقوق البيبان مش بابك، وتحب تشوفهم شنو يعملوا حتى في بيوت النوم نتاعهم، وتفرض عليهم رؤيتها حتى في داخل في غرف النوم نتاعهم.
تجاوزناه صعيب شوية على خاطر صحيح اللي الكليفاج نقص على الأقل ما عادش فما التشنج الزايد اللي أدى في حد ما إلى العنف وأدى إلى اغتيالات سياسية وأدى إلى عنف في الشارع وأدى إلى الناس تترشق بالتهم والتهم المضادة هذا نقص شوية لكن نحب نأكد عليه اليوم الناس اللي تتحدث على أنه العائلة الديمقراطية فشلت في الانتخابات أنا قراءتي شخصية أنه العائلة الديمقراطية فشلت مش لأنها فشلت يعني بالنتائج فشلت بعدم وجودها أساساً في المترشحين لأن العائلة الديمقراطية اليوم ما كانش عندها حتى مرشح ولا على الأقل مرشح جدي في الانتخابات نتاعها المرشحين الكل اللي يتم نسبهم للعائلة الديمقراطية ما ينتميوش للعائلة هذية وما كانوش موجودين في العائلة هذية منذ البداية. الناس كل مش كيف هوا عليش على خاطر ساعة نعاود نأكد أن العائلة الديمقراطية ما كانتش في الحكم والعائلة التقدمية بالأخص ما كانتش في الحكم لأن المرشح كان مرشح توافقي وكانت فيه عائلات كثيرة النداء كان صحيح كانت فيه جزء من العائلة هذه التقدمية اللي انتخرت في النداء ولكن سرعان ما شفنا أنه كل الوجوه اللي كانت تنتمي للعائلة ذي تم إقصائها في الأشهر الأولى بعد ما ربح النداء الانتخابات والحزب رجع إلى ما كان عليه يعني بنفس الوجوه القديمة اللي هي عندها صبغة محافظة وهذاك اللي سهل التقارب مع العائلة المحافظة دونك ما همش كيف كيف اثنين راهم ما نجموش نقولوا كيف كيف عليه خاطر ما بين مرشح على الأقل يقبل الحوار في المسألة هذية ويطرحه في الفضاء العام كما عمل الباجي قائد السبتي اللي كانت عنده على الأقل من الجرأة أنه اطرح الموضوع في المجال العام واعطى الفرصة أنه نتناقش فيه بعيد على كل ما هو تشنج وفي فضاءات اللي هي يصير فيها الحوار يعني في البرلمان وفي وسائل الإعلام في الشارع في الندوات في غيره وما بين مرشح يرفض تماما أنه يتناقش المواضيع هذه ويعتبرها ويمارس عليك إقصاء باعتباره أنه يعتبره أنه المسألة هذه مسألة ثانوية خاطر هو قرر أنها مسألة ثانوية. بلا غير شك بلا غير ما ندخل في يعني في الهستيريا الجماعية متاع أنه راهو نحن بعاد عن الناس وكل أنا البارح كتبت قلت معناتها ما نكثروش على رواحنا على خاطر الناس اللي تقول معناتها التقدميين بعاد على تطلعات الشعب نتاعهم عليهم كان هما يتفضلوا يورينا كيفاش يمشيوا للناس ويفسروا لهم ويوعيوهم ويتعاملوا معاهم ويخلقوا الموبيليزاسيون في القضايا اللي تهمهم من حقوق وحريات ومقتلة شرائية وغيره ولكن بلا غير شك ان غوميز اون كيستيون الي نيسيسير واوبليغاتوار لكل الافراد نتاع العائله هذه ولكن للمجتمع المدني بالاساس انه باش يحاول يقرب اكثر ما يمكن من الـ 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 من المشاكل اليوميه يحاول يبسط يحاول يقرب المعلومه ويحاول يفسر قديش الحريات هذه اللي نحكيوا عليها ماهيش تهم الطبقات البرجوازيه راهي خاطر طبقات البرجوازيه راهو حتى في حتى كيف يبداو يحكموا المحافظين راهي تتمتع تهنيوا عليهم يتمتعوا بالحريات الفرديه نتاعهم ونجموا حتى يسافروا ويتمتعوا بها الحريات هذه ما تكون ممسوسه كان للفئات اللي هي الاضعف واللي هي الاقل حظا يعني مهم جدا ان نوصلوا للفئات هذه انه نفسروا انه قضيه كما قضيه المستويات ماهيش قضيه تاع البرجوازي خاطر البرجوازي حتى كيف يورث نص راهو يبدا ديما رابح اما راهو وقت اللي تبدا انت عندك القليل وكي تورث منه ما تورث منه حتى شيء وقتها هي المشكل باش نوصلوا انه راهو الحريه الفرديه عندها تاثير مباشر على الحياه اليوميه نتاع كل شخص هذايا يظهر لي التوجه اللي لازمنا ناخذوه الضغط لازم يقعد متواصل على خاطر بدينا نحن من بالتابلو هذاك اللي عملوا الائتلاف المدني للحريات الفرديه باش يفسر باش يعطي للناخبين حتى يصوتوا اون كونيسونس دو كوز معناتها راهو ها هما المرشحين وهما رؤيتهم في مختلف القضايا بطبيعه الحال المشكله اللي صارت انه زوز المترشحين كما قلت ما حظاوش بالتغطيه الاعلاميه الكافيه لأسباب متعددة الضغط اليوم لازم يكون أقوى على زوز المترشحين اللي اختارهم الشعب التونسي ونحترموا الاختيار متاعو إنهم باش يحدوا موقفهم بصورة واضحة إنهم باش نكونوا نقعدوا يعني سوغينمون
نحلوا نتائج الانتخابات هذية والميساج اللي وصلهم اللي باش يوصلونا من عند الانتخابات هذية ونتائجها، وكيفاش تكون التحركات متاعنا في الاتجاه هذا.